بين تلك المنازل القديمة المتلاصقة وفي هذا المخيم الحاوي لدهاليز وأحياء وطرقات ضيقة، واعد الإرهاب الأصولي الدموي الجيش اللبناني لمقارعته في صيف لاهن، حول النهر البارد إلى أسطورة دماء سطرها 169 شهيداً أبكوا لبنان ورفعوا راية الشرف عالياً. صارع الجيش اللبناني منذ 20 أيار 2007 أشباحاً همجية طواقة إلى الموت، مدفوعة بأفكار مغلوطة شوهت الدين تكريساً للقتل والإرهاب ونشر الرعب والخوف والأسى. منذ خريف 2006 تلاقت أقدار الانقسامات السياسية والمذهبية والعقائدية والتاريخية في لبنان ومحيطه، وحطت بؤرة الإرهاب في مخيم البارد شمال لبنان متجلية بتكوين تنظيم إرهابي أصولي سمي تنظيم فتح الإسلام. تحت راية تحرير فلسطين ولو من أقصى الشمال اللبناني وبدافع الأفكار التكفيرية المتشددة، بدأت بذور الإرهاب الغريب عن بيئة لبنان الميثاقية بالتكون. من معسكرات فتح الانتفاضة في الحلوة البقاعية انتقلت أولى المجموعات الإرهابية إلى مخيمات فلسطينية في بيروت والشمال قبل أن تلتقي مع مجموعة من بقايا جند الشام المتشدد من عين الحلوي، وتجتمع كلها في مخيم البارد بقيادة أمير التنظيم شاكر العبسي. استقطبت راية الجهاد التي رفعها التنظيم المجموعات التكفيرية الصغيرة المنتشرة في بيئتها اللبنانية، واستقبل مطار بيروت كما الحدود البرية مجاهدين من جنسيات مختلفة تجمعهم عصبية الإرهاب. استفادت الأفكار التكفيرية والجهادية من انقسامات الواقع اللبناني بين محاور داخلية وإقليمية ودولية مختلفة، تداخلت المصالح واشتد عود هذا التنظيم تدريبا وتنظيما وتسليحا، والأخطر تفلتا في مخيم فلسطيني لا يخضع مباشرة لسلطة الدولة اللبنانية. على بعد كيلومترات قليلة وفي قلب عاصمة الشمال طرابلس، وجد تنظيم فتح الإسلام موطئ قدم في الأحياء الفقيرة والغنية في الزهرية وشارع 200 وأبي سمراء. من شقق 200 كانت تنشط إحدى المجموعات الخطيرة والإرهابية من تنظيم فتح الإسلام، ومن بين أعضائها قياديون بارزون كانوا وراء تنفيذ اعتداء عين علق في المتن الشمالي. إثر سطو هذه المجموعة على مصرف البحر الأبيض المتوسط في أميون الكورة في 19 أيار 2007 قام فرع المعلومات منفرداً بمداهمة الشقق السكنية في شارع 200 في 20 أيار. نقلت قوة كبيرة إلى الشمال، بدأت المداهمة من دون تنسيق مسبق، لكن عنصر المباغتة لم ينفع مع مجموعة إرهابية مدربة على الموت. انطلقت الاشتباكات العنيفة وامتدت من 200 إلى الزاهري، وظهرت مدرسة القاعدة بكل تقنياتها وأساليبها في قلب المجتمع اللبناني. شعر اللبنانيون يومها أن الإرهاب سيطر على طرابلس، لكن تدخل الجيش الحاسم في المدينة أفاق اللبنانيين جزئيا من كابوسهم الغريب. كان الكابوس مرعبا لأن بصمات الإرهاب لطخت بالأحمر وجه الشرف وأصابت اللبنانيين الأوفياء لمؤسسة الثقة بالذول. لم ينتظر كثيراً إرهابيو فتح الإسلام في مخيم البارد فجر 20 أيار ليقدموا نموذجهم عن الفكر الملوث بجرثومة القتل والإرهاب. فانتقاماً لمداهمة 200 باغت التنظيم الإرهابي مواقع الجيش اللبناني في محيط المخيم.
لم يكن العسكريون يعلمون أن تلك الليلة ستشهد انضمامهم إلى قافلة التضحيات. لم يكن هؤلاء يعلمون أنهم يجاورون أشباحاً مجرمة نكلت بجثثهم ومز أجساد العشرات منهم غدراً بسيل من الحقد والإرهاب المتعطش إلى الدم الطاهر. أبكى الألم اللبنانيين يومها بعين، وفجرت العين الأخرى صرخة غضب وإرادة بالوقوف وراء آلاف العسكريين الذين اندفعوا عن كل الوطن ليسطروا ملحمة في البطولة العسكرية والمساحات الإنسانية النادرة. استرد الجيش اللبناني المواقع المحيطة بالمخيم، انكفأ الإرهابيون وبدأت رحلة الثاني من أيلول المجيء. بعد العملية اللي صارت على الجيش بنهر البارد على حاجز المحمرة، قررت قيادة الجيش استعادة مراكز الجيش وإنهاء أي وجود إرهابي بالمنطقة. نتيجة لذلك ب 20/5/2007 الساعة 4 الصبح تلقى فوج المغاوير الأمر بالانتقال لمنطقة الشمال والقيام بمهاجمة المراكز العدوية حول وداخل مخيم نهر البارد لتدمير المراكز العدوية الإرهابية واستعادة مراكز الجيش كلها سوا اللي تمكن الإرهابيين أنه يسيطروا عليها على حجز المحمرة والمناطق القريبة من حجز المحمرة. بالوقائع تلقت وحدات المغاوير الأمر التنبيه الانتقال شمالا باتجاه مخيم نهر البارد لمهاجمة مراكز الإرهابية واستعادة المراكز الصديقة. هذا كله ب 20/5 الساعة 8 وصلت وحدات فوج المغاوير للنقطة المحددة وباشرت مهاجمة تلة المحمرة. تلة المحمرة هي المنطقة الموجودة هون، هذه تلة المحمرة وحجز المحمرة هو الحجز اللي تهاجم هذا الحجز اللي كان موجود هون بالمبدأ. وبحنين، منطقة بحنين هي منطقة التلال اللي موجودة من جنوب مخيم نهر البارد اللي بتسيطر على مخيم نهر البارد اللي كانوا وصلوا لحد الجامع اللي تحت بحنين. عملت الوحدات عملت هالاشياء كلها بغيت منع وصول التعزيزات الإرهابية العدوة أو توسعها واحتلال النقاط الحاكمة لبقعة مخيم نهر البارد. شارك بالمبدأ حوالي 4000 عسكري بعملية نهر البارد اللي هن بالتتالي حسب الوحدات فوج المغاوير، فوج مغاوير البحر، فوج المجوهر، فوج الهندسي، لواء المشاة الخامس، وحدات المواد الجوية طوافات، وحدات المواد البحرية بالحصار، وحدات نقلوية المشاة الثامن والثاني عشر، وحدات دعم ناري من فوجين المدفعية الأول والثاني، وحدات مدرعات من فوج المدرعات الثاني. المواقع الأولية فتح الإسلام أكيد موجود بمخيم نهر البارد بالإضافة لعدة فصائل غير فتح الإسلام. صار تمدد باتجاه الشرق حجز المحمرة، باتجاه العبدة شمالا وباتجاه حنين جنوبا، هي النقاط الحاكمة والبتسيطر على نهر البارد. هيدي المناطق كلها سوا صار تمدد للإرهابيين خارج المخيم فيها. حددت مراكز القيادة مواقع متقدمة وقريبة من بقعة العمليات بغية المحافظة على مركزية الأمرة اللي هي بلشت من جنوب مخيم نهر البارد والاتصال بالوحدات المهاجمة، وذلك خلال مراحل الست من العملية العسكرية. باشرت القيادة التحضير لأوامر عمليات لمتابعة العملية العسكرية بمخيم نهر البارد أكيد مع مفاوضات نشوف وين وصلت العلاقة مع الناس الموجودين بالمخيم نهر البارد، لأنه مثل ما نعرف مخيم مكتظ في حوالي 30,000 ساكن. القيادة والسيطرة خلال هالعملية صارت قبل المهمة، كان في عدة جولات استطلاع للوحدات الخاصة لمناطق نهر البارد. هالاستطلاعات قدرت حددت بالتحديد نقاط القوة اللي موجودة داخل المخيم والمركزين فيها المسلحين. أكيد أنه تصورت كل النقاط الأساسية بمنطقة نهر البارد. بعد الاستطلاع بلشت تنفيذ العملية على المخيم. تنفيذ العملية المخيم بلشت من الجنوب للشمال اللي هي أول مرحلة منها أخذ الأوتوستراد وحجز المحمرة باتجاه مستدرة العبدة. وحدات من فوج المغوير مع مساند الدبابات اللواء الخامس ومصفحات المغوير أخذوا هذه النقطة من دوارة العبدة لتقريبا مفرق الحجز المحمرة لشمال المخيم. بالإضافة إلى ذلك دعمت منطقة تلة بحنين
والجامعة اللي تحتلت بحنين كمان بمواجهة المخيم، يعني ضيق الخناق على المخيم من خلال هالبعة هيدي كلها سوا. دغري سيطر عليها الجيش واتاخد أكيد تلت الست اللي موجودة بهالمنطقة كمان الدعمت تسهل الهجوم الثاني. مراكز القيادة كانت موجودة مبدئياً على تلت بحنين وبالقرب من الجامعة اللي تحت تلت بحنين لأنه بيشرف على المنطقة هذه كلها سوا. أكيد بإدارة المعركة كل الأقسام والفروع والأركان كانت عم بتشتغل إدارة المعركة من لوجستية من عمليات من جرحى وإصابات من استطلاع ومعرفة شو في بالداخل بالتنسيق مع مديرية المخابرات. كل الأجهزة اللي كانت موجودة هوني كانت عم تنسي لحسن إدارة المعركة. صدرت أوامر عملية مجرد ما هونيك مجرد ما وصلت القوى لهونيك وتلاحق التنفيذ كله بإدارة عملية مديرية العمليات بالجيش اللبناني بالتنسيق مع الوحدات الصديقة. أكيد اللواء الخامس اللي كان موجود هونيك وأول ناس وصلوا هونيك هن فوج المغوير تم التنسيق بين بعضهم لحسن سير العملية. الدعم اللوجستي كان عم يتأمن من منطقة الشمال اللي صار فيها إدارة العمليات اللوجستية للعملية كلها سوا. بكل هاي المراحل خلص أول يوم بهالنتيجة هيدي كان في تقييم لكل اللي صار بهاليوم لمتابعة العملية باليوم التالي. المرحلة الثانية احتلال البقعة الممتدة من خط الغاز حتى خط السكة ومن العبدة حتى الخان. خط الغاز هو هذا الخط اللي موجود هون، خط السكة الخط الموجود هون، الخان هي المنطقة الموجودة هون، يعني اللي اتاخدت لحد هون كلها سوا مع نتفة بيوت هون كانت بقيت للمرحلة الثانية. مبدئيا هاي المنطقة كلها اتاخد كانت كلها هادي مع المسلحين أكيد ما عدا حجز محمرة والعبدة هون رجعوا استردوا الجيش وأخذ هاي المنطقة كلها بالمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة احتلال المخيم جديد وهذه كانت المرحلة الصعبة بالأسابيع الأولى. أكيد هون كانت وحدات الفوج المغوير البحر وفوج المجاهل كلها وصلت على المنطقة وتقسمت المنطقة بين كل القوى الموجودة هونيك، الوحدات الخاصة فوج المغوير، فوج مغوير البحر، فوج المجاهل، لاتاخدت هذه المنطقة. هاي المنطقة الموجودة هون كلها خلصت بالمرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة احتلال المخيم القديم حتى الطريق الداخلي. في طريق وحدة هي بتقطع مخيم نهر البارد من الجنوب للشمال، هي هذه الطريق الأساسية اللي بتقطع مخيم نهر البارد تتوصل للعبدة. فإذا بالمرحلة الرابعة احتلال المخيم القديم حتى الطريق الداخلية، يعني هذه المنطقة كلها سوا، هي المنطقة الموجودة هون كلها سوا حتى الطريق الداخلية بالإضافة لقسم من منطقة الزعتر، هذه المنطقة اللي هون حد مركز التنظيم، هذا المركز مو مركز التنظيم. المرحلة الخامسة هي احتلال البقعة اللي بتوصل لطريق السوق. طريق السوق هي الطريق اللي بتمتد من هون وبتنزل هيك تتوصل لهون، هذه المرحلة الخامسة. بنهاية المرحلة الخامسة كانت صارت مجموعة المسلحين كلها محاصرة بهالمنطقة بين الطريق الموجود هون طريق السوق والحوز، هذه المنطقة كان موجود بعدهم فيها مسلحين. هي المرحلة السادسة اللي صارت مرحلة الهربوا منها وتلاحقوا بكل هذه المنطقة وأكيد تسكرت هون. هذه المراحل الستة اللي انعملت من مخيم نهر البارد بقوى الجيش كافة.
جديدة. المخيم القديم هو هذا المخيم وهذا المخيم الجديد. المخيم الجديد يعني عبارة عن مباني كبيرة أو عالية أو حديثة إذا جينا نقيسها. المخيم القديم هو عبارة عن كلها بيوت صغيرة وضيقة وما فيها شوارع بقلبها، في بس الطريق اللي بتمر بالنص والباقيين كلهم ممرات بين البيوت. هلا بنشوفهم بالصور، وهي هذه المشكلة كانت كلها بالمخيم القديم لأنه كلها ممرات صغيرة وملاجئ تحت الأرض. وأكيد المخيم الجديد كان فيه ملاجئ تحت الأرض وفيه ممرات للمجرير كانوا يقدروا يستعملوها. كلها تعاملت معها الأول كانت عم تهاجم بالطرق المناسبة تشلها وتقدر تتقدم بسهولة. الأسلحة المستخدمة أكيد الخفيفة مثل الميم 16، الماج، البيكاسير، المنات اليدوية والبندقية والأربيجيات، المتفجرات، أزفات اللهب مصنعة محلياً، الدعم النار اللي كان للجيش مدفعية 106-122 مباشر واستعمل على مسافات قصيرة كتير على 300 متر. أكيد كان فيهم مخاطرة وكان في شجاعة كبيرة من الضباط المدفعية اللي شاركوا بهالعملية. مدافع 130 مليمتر استعملت بطريقتين مباشر وغير مباشر، 155 مليمتر اللي هو وين 60-81-120، كل هذه الأسلحة اللي استعملها الجيش بالإضافة للطيران الهليكوبتر من خلال الأزف الأناب اللي نزلوها طيارات الهليكوبتر. المدرعات البانهار الميم 48 تي 54 والتي 55. أسلحة الدفاع الجوي أكيد الـ 14.5 و 23 مليمتر كانوا عم يستعملوا الهجومات الأرضية أكيد تغطوا الدبابات هي وعم بتهاجم. الهجوم المعتمد اللي كان عن يعتمد الجيش وخاصة الوحدات الخاصة خلال المهاجمة هي مهاجمة سريعة وعنيفة تحت تغطية نارية عنيفة واستعمال محاور مهاجمة أساسية وسنوية. يعني بكل المراحل كانت الهجومات سريعة وعنيفة. يعني أول مرحلة استرداد المراكز كان في عنف الاسترداد، كلها دبابات ومغوير عم بيهاجموا المرحلة هاي. لحد الخان كمان كان في عنف كتير بالمهاجمة، وقت تقسمت المنطقة بالمرحلة الثالثة بين الأفواج والألويون كان الهجوم كتير في عنف لتسريع الهجوم. أكيد هلا بنرجع بنحكي على الوقت بالآخر ليش أخذت وقت هالقد، بس هون كان في عنف كتير بالهجوم للوصول لحدود المخيم الجديد مع المخيم القديم. الطرق المعتمدة كان أكيد تشكيل لفيف قتال أثناء المهاجمة واستعمال مكثف للمدرعات، المدرعات أو الـ 106 أو المدافع المباشرة 122-130، تزقت الهدف لأقسام ومراحل لتنفيذ كل هدف مشان الإحاطة فيه مظبوط وضربه بطريقة فعالة ودقيقة. لأنه مثل ما نعرف أن المخيم كان فيه كتير مدنية، كان الدقة بالشغل كانت مطلوبة مشان نخفف عن المدنية وما نعرضهم للرميات تبع الجيش. المهاجمة بلفيفين والاحتفاظ بلفيف احتياط على طول بصورة دائمة لتدعيم أي شيء بيصير أو أي خلل ممكن يصير بالجبهة. تجاوز الوحدات بعضها البعض المحافظة على نمط المهاجم، يعني بشكل إنه لفيف عم بيهاجم هون، لفيف تاني يسلم عنه، لفيف تالت يسلم عنه بصور
تبادل الاجتياز لفيف ورا لفيف مشان تسريع المهاجمة وفعاليتها. أكيد بمحلات كتيرة استعمال الخداع والتضليل والالتفاف، لأنه كان مهم كتير عمليات الالتفاف الصغيرة يعني خلال المعركة لتسريع الهجوم، لأنه كلها بنيات ومباني ومستشفيات ومساجد كلها مفخخة. كان الأفضل الالتفاف لتسريع الهجوم، لأنه وقت بصير ورا بطل يقدر يفجر المبنى بالعسكر اللي عم يفوت عليه. هذه صارت عدة مرات، بالأول صار عدة محاولات من الإرهابية لتدمير مباني على الجيش، بعدين صار الجيش يعمل التفافات صغيرة تيتخطى المباني تما يقدر يفجروا المباني على العسكر اللي عم بيهجم وينظف. تثبيت المحاور الرئيسية والمهاجم المحاور السنوية وغير متوقعة لتأمين المفاجأة، بعدة محلات صارت هيك، صارت هون على صامد، صارت على التعاونية، صارت منطقة جامع القدس، كل هالمناطق صار التفاف عليها، أو مستشفى جنين اللي هي موجودة بهالمنطقة، لأنه كنا أكيدين أنه هيدي المباني كلها سوا مفخخة، وأنه بالفعل طلعت مفخخة. صار عدة عمليات التفاف، بدل ما يصير الهجوم على الخط الرئيسي يصير الهجوم على الخط الداخلي لاكتناف والابتعاد عن مناطق التفجير، يعني بس تقطع وراها بيروح إمكانية التفجير. استعمال مكثف ومركز لأسلحة الدعم المباشرة والغير مباشرة بهدف تدمير التحصينات العدوة، كذلك الألغام والأفراخ المزروعة طول المحاور. ما أنه مثل ما قلت كانت هاي المحاور كلها سوا مفخخة، لأنه أهمية وقدرة القتال اللي كانت موجودة عند الإرهابية هي أكثر شيء بالعمليات الهندسية، تفخيخ وتلغيم وتشريك وإلى ما هنالك. كان أهمية التدمير والقصف أنه يقطش الشرايط أو يقطع الشرايط أو يفجر التفجيرات اللي كانت موجودة بكل هالمحاور هاي تيسهل عملية الهجوم على الجيش. واحدة العمليات اللي صارت الدبابات عم تضرب على تعاونية مبنى التعاونية الموجودة بهالنقطة هايدي، انفجر المبنى كله سوا، نزل مجرد زيف دبابة لأنه كان مفخخ هون، وأدت زيف دبابة لتفجير المبنى بالكامل. هلا طرق القتال اللي استخدمت، أكيد استطلاع جيد للأرض واستفادة من كافة التقارير المخابراتية، مساندة الوحدات الصديقة بالسيطرة على المباني العالية على محاور التقدم. على طول كان في قمصين على المباني العالية على محاور التقدم، هن يوجهوا القوى اللي عم تقاتل على الأرض بشكل أنه يقدروا يشوفوا كل شيء، والقوى اللي عم تقاتل على الأرض تكون واضحة عملية الهجوم قدامها، وين ممكن يكون في عدو، وين الممرات تبعهم، منين عم بيساندوا، منين عم بيقنصوا، منين عم بيرموا. كله سوا كان متابع من خلال المباني العالية وإمكانية المراقبة عنها، وفيه القوى اللي عم بتهاجم تتعالجها. المشاركة المهمة اللي كانت خلال عملية نهر البارد، مثل ما قلنا أهمية الإرهابية إمكانية الكبيرة عندهم والخبرة بالتفخيخ والتلغيم. مشاركة عناصر الهندسة مفوج الهندسة ضمن مجموعات المداهمة والتفتيش لنزع التفكيك والألغام والتفخيخات كانت مشاركة فعالة جدا ومهمة كتير خلال سير المعارك. أكيد الوحدات الخاصة كلها سوا كان لها أهمية كبيرة بالقتال المتقارب داخل الأحياء والأزقة الضيقة، لأنه عندها خبرة واكتسبت خبرة، خاصة بالمراحل الأخيرة كان العسكر بالوحدات المغاوير والوحدات الخاصة عنده إمكانية كبيرة كتير أنه للقتال بالأزقة والمناطق المهدمة. ولا مرة كان في استعمال للمداخل الأساسية، على طول كان في استحداث لفتحات جنبية بالجدران للدخول منها، عدم التعرض المباشر للأنصى والنيران المسلحين أو مناطق القتل اللي ممكن يكونوا المسلحين عم بيجروا الجيش عليها. كان في حذر دائم عدم لمس أي محتويات بالمنازل والمباني حتى يتم الكشف عليها من قبل خبراء المتفجرات، لأنه كل شيء كان بالمباني، كل شيء كان حد المباني حتى الجتر كانوا يفخخوها تيعيقوا تقدم الجيش ويروحوا خسائر بالجيش. كان في تسلل دائم للوحدات الخاصة بهدف الاستطلاع والمهاجمة، أكيد وتأمين المساندة المتبادلة بين وحدات المهاجمة بين الأفواج، يعني كان تنسيق كتير مهم. مثلا المرحلة هاي كانوا المغاوير أخذين هالمنطقة، المجاول أخذين هالمنطقة، مغاوير بحر أخذين هالمنطقة، التنسيق متبادل لتأمين المساندة لتأمين تسريع الهجوم أكثر شيء ممكن للوصول للهدف اللي كان بالأول الهدف هو حدود المخيم الجديد. استغلال الثغرات بجاهزية العدو الدفاعية وتطوير المهاجمة واستثمار النجاح، أكيد خلال المهاجمات كان في عطول ثغرات تبين معنا خلال المهاجمة. استغلال الثغرات كان يودي أوقات تاخد منطقة كبيرة من خلال الثغرة صغيرة، هيدي عطول
العسكر والقيادات والضباط الموجودة على الأرض كانت عم تنتبه لهذه المواضيع وتسرع الهجوم من خلال استغلال هذه الثغرات. العوامل المساعدة بنجاح مهمة الجيش كانت تنسيق متبادل بين وحدات المغاوير وعناصر الهندسة والوحدات الخاصة، كل الوحدات المهاجمة والمساندة، لأنه كان في إمكانية بمناطق ضيقة مثل هيك يكون في خسائر كتيرة لو ما كان هالتنسيق المتبادل. العامل الثاني اللي كان مهم بنجاح المهمة الضغط المتواصل وحشد القوى المناورة الجانبية والخداع، أكيد لتخطي الألغام الضغط المتواصل كما يقدروا ياخذوا نفس، مع أنه بعدة مراحل كانوا عم ياخذوا نفس بسبب الأعمال الإنسانية، يعني يتوقف الهجوم تيخلوا عائلة، توقف الهجوم تيخلوا مصابين، توقف الهجوم تيجيب تغذية. عدة مرات صارت هاي لوقت طويل كانوا يستفادوا منه المسلحين أكيد، منضر منه نحن كجيش، بس بالنتيجة كان حياة الأبرياء والمدنية أهم من العمليات العسكرية حتى لو كلفتنا أكثر. نرجع نعيد العمليات العسكرية بعد ما نكون خلصوا المدنية أو جيبوا لهم تغذية حتى المدنية المتوجهين بداخل المخيم. العامل الثالث اللي عطى زخمه ونجاح للمهمة أعطاء أوامر واضحة للوحدات المرؤوسة وإيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل والمعضلات اللي كانت ممكن تطرأ بالعملية، لأنه كل ليلة كان في عملية مراجعة فعلية لكل الأعمال اللي عم بتصير أو لكل الأشياء اللي عم يستحدثها الإرهابية بداخل المخيم، وكان في أوامر واضحة وصريحة كيف التعامل معها. بالنتيجة التقييم يكون التعامل مع العدو باليوم التالي. إدارة نيران الدعم والمساندة، أكيد صعوبة إدارة العمليات بالتنسيق بين القوى المهاجمة والقوى المساندة لأنه مناطق مكتظة وقريبة لبعضها، بس رغم هذا وكله قدرت المدفعية بالجيش اللبناني وسلاح المدفعية كانت مهمة كتير ودقيقة كتير، بشكل أنه ما كان تعرض أبداً القوى اللي عم بتهاجم لهالنيران. كان في تنسيق كتير منيح ومتواصل ضرب العدو لتسريع المهاجم. هذا نتيجة نجاح بوضع مخطط ناري للأسلحة. الأسلحة كلها كانت عم تشتغل وتدعم وتساند وتهاجم بتنسيق متكامل، من هيك النجاح كان بصورة متواصلة. يعني كان رغم صعوبة المهاجم ورغم التفخيخ ورغم كل الأشياء الموجودة كان في ارتياح عند القيادات والعسكر بالمهاجمة بنسبة كبيرة. في شغلة طرقت انه دايما الاليات كانت تتعرض لصواريخ واربيجيات، والاليات الهندسية خاصة الجرافات التابعة لفوج الهندسي كانت تتعرض لإصابات مباشرة، لانه هي كان عتقها وخاصة بالمخيم القديم فتح طرقات. هذه الطرقات كانت عم تنفتح بالمباني دغري، تهبيط المباني وفتح الطرقات بواسطة جرافات التابعة لفوج الهندسي. كانت هالجرافات بصورة دايما عم تتعرض لأربيجيات ولأنص ولأصف. اضطر فوج الهندسي بصورة دائمة يزيد تصفيح هالجرافات مشان تسرع فتح الطرقات لعملية الهجوم للوحدات المعاقلة. نقطة مهمة كانت استعمال الطوافات لأزف قنابل زنة 200 كيلو و 400 كيلو، وزن كتير مهم. هيدا إنجاز مهم مع صعيد الجيش اللبناني أنه سلاح الجو اللبناني قدر ينقل أزف القنابل هيدي من الطيارات النفاثة لطيارات الهليكوبتر،
بأول مرحلة بلش تضرب أكيد القوى كلها بعدت عن المنطقة تتأكد من دقة الإصابات، بس من المرحلة الثانية كان التعامل مع أزيف الطيران سهل كتير، مثل التنسيق مع أكيد المدفعية كانت عم بتجيب دقة كتير مهمة وساعدت كتير بإنجازات نهاية المخيم القديم، خاصة لأنه قصف الطيران كله صار بالمخيم القديم. إنها الطوافة القاذفة، إحدى أهم الإنجازات التي قام بها الجيش اللبناني والتي تحدثت عنها الصحافة العالمية، بحيث أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الطوافة كقاذفة قنابل بشهادة كبار الخبراء العسكريين في العالم. بداية من مستودعات الجيش الذي يملك كمية كبيرة من القنابل زنة 250 كيلوغرام و400 كيلوغرام، يعود استعمالها لطائرات الهوكر هانتر والميراج، حيث بدأ التأكد من حالتها كونها مخزنة منذ زمن طويل، كما تم التأكد من حالة رؤوس التفجير. بعد ذلك عمل الاختصاصيون على إيجاد طريقة لحملها على الطوافة. تم استعمال جهاز الحمل التابع لطائرات الهوكر هانتر للقنابل زنة 250 كيلوغرام، وذلك على جانبي الطوافة مع كثير من التعديلات وتقنيات ابتكرها الجيش. أما المشكلة فكانت مع قنابل 400 كيلوغرام المعلقة في وسط الطوافة من الأسفل، حيث أن قطر القنبلة أطول من ارتفاع الطوافة عن الأرض، وإمكانية تعليقها على حاملات 250 كيلوغرام أمر مستحيل. كان الحل بهبوط الطوافة على مكعبين من الإسمنت أو من الحديد المدعم يفصل بينهما مساحة صغيرة لكي يستطيع الفريق الفني الوقوف وتحميل القنابل. ثم المرحلة الأخيرة، دراسة كيفية إصابة الهدف من دون وجود جهاز على متن الطوافة لتنفيذ ذلك. تم الإعانة بداية بصور جوية دقيقة للمخيم وبمساعدة نظام الجي بي اس، وبعد إجراء العمليات الحسابية الهندسية الدقيقة بدأ التمرين على الرمي في مناطق جردية لينتقل بسرعة إلى أرض المعركة، حيث كانت نتيجة الرمي دقيقة جدا وموجعة لمن اعتقدوا أنهم بمنأى عن نيران الجيش. وفي فجر 9 آب 2007 سقطت أول قنبلة فوق رؤوس الإرهابيين، وبعد قرابة 3 أسابيع حسمت المعركة. شاركت أيضاً طوافات الجزال المقدمة حديثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجهزة بمدافع رشاشة عيار 12.7 ملم، فما لبثت الجزال أن وصلت إلى لبنان حتى دخلت مباشرة المعركة بعد إجراء تمارين سريعة على كيفية استعمالها. بكل بساطة كان إنجاز مميز، وبالرغم من الخطر الكبير الذي كان يمكن أن تسببه الرميات الأرضية المعادية كون الطوافة هدف سهل، خاطر طيارو سلاح الجو وحققوا 3 أهداف في نفس الوقت: أولاً القضاء على الإرهابيين، ثانياً
إنقاذ عشرات المصابين من الجيش عبر نقلهم سريعاً من أرض المعركة، وثالثاً تسجيل إنجاز كبير للجيش يسجل عالمياً. العامل الإضافي كان مهم كتير، المخطط اللوجستي المتكامل من مي وأكل وكياس رمل وزخيرة وإخلاق صحي. كتير مهمة كانت القاعدة اللوجستية اللي موجودة دغري مباشرة بالمنية أو بقيادة منطقة ميل، وأكيد ما بننسى فضل الأهالي هونيك بالمساندة اللوجستية من كل النواحي، من الأليات للأكل للشرب للفواكه لكل الأمور، من كل ضيع منطقة المنية والضنية وعكار وحتى المناطق الأبعد، كانت شغلة مهمة كتير. كمان ما بننسى الاتصالات، الإشارة، لأنه كانت مأمنة اتصالات بطريقة جيدة وحديثة وفعالة، لأنه بعدة محلات يكون إنه نقدر نعرف شو عم بيصير بالمخيم من خلال الاتصالات تبع العدو، من خلال التنصت لفوج الإشارة لمديرية المخابرات نقدر نعرف كل شيء عم بيصير جوا بنسبة كبيرة. وآخر شغلة بدي أقولها بالأشياء المهمة اللي ساند بالهجوم، تجهيز غرفة عمليات ميدانية كانت موجودة بمنطقة المني، ساعدت كتير بإدارة العملية لأنه كانت مباشرة على الأرض، بالإضافة لغرف عمليات الأفواج اللي كانت عم بتكون بقلب الأحياء اللي موجودة جوا بقلب الأحياء، وهي غرف العمليات اللي كانت موجودة جوا مجهزة كلها بالكاميرات عم تمتد لخطوط الجبهة لقدام، عم نقدر نشوف من غرف العمليات كل الأشياء، العسكر كيف عم بيحرك، العدو كيف عم بيحرك، من عم بيطلع نار، من عم شو، كلها بواسطة كاميرات حديثة كانت موصولة بغرف العمليات. هيدي الحسنات. هلا الصعوبات اللي تعرضت، الأول كانت عم تهاجم بنهر البارد، هي الإصابات الناتجة عن النيران غير المباشرة، أوقات الهوابين أوقات تصير إصابات هيك، الإصابات الناتجة عن القناصة العدوية خاصة بأول مراحل كانوا يقنصوا من مجالات بعيدة وعسكر عم بينتقل، أكيد في كثافة عسكر وينطروا فرص هني يقدروا يطالوا فيها عسكر. استعمال كثيف المتفجرات داخل المباني وعم احاول التقدم، كميات ضخمه، انواع من كل الانواع، السيفور، التينتيل، بودره الالومنيوم، كل انواع المتفجرات كانت موجوده على كل المحاور، خاصه على المحور الرئيسي او على اي محور كان يفوت فيه الجيش. يعني مثلا منطقه بيت شاكر العبسي كانت مليانه هالمنطقه كلها متفجرات، يعني كلها هالمنطقه هون، منطقه من مستشفى جنين للتعاونية لناجل علي، كل هاي المنطقة كانت كلها متفجرات. منطقة جامع القدس اللي موجودة هون كمان كانت كلها متفجرات، وهذه المتفجرات أو انفجرت دغري مباشرة أو تصادرت. بالإضافة للمتفجرات واستعمالها، كان في استعمال وتفخيخ لمخازن نين الغاز اللي كانت موجودة هون، اللي كانت ممكن تبج المنطقة. بالاكتناف اللي صار هون، الأول المغاوير تخطت هالمخازن الغاز وخلصت المنطقة من كارثة، لأنه كانت ممكن تعمل شغلة كبيرة بالمنطقة. من الصعوبات اللي كانت صعوبة كشف مصادر النيران، لأنه أي فتحة، أي بيت مهدم، أي مستشفى، أي جامع، أي مخزن، أي كل شيء كان ممكن يكونوا موجودين فيه وعم بيقنصوا منه، يعني ما عندهم محرمات للقتال، أكيد هودي إرهابية وكل شيء بيعتبروا محلل لأنهم توصل لأهدافهم.
من الصعوبات الأساسية ومهمة كانت هي أكيد القضايا الإنسانية، يعني الإصابات الصديقة، يعني اللي كانت تقع داخل المباني وداخل التهديم وبالمحلات الملاجئ محل ما كان عم يهجم العسكر، وبكل هالمحلات هي كان الإخلاق طبعا إخلاق صعب كتير، يعني حمل المصاب أو حمل أو إخلاقه تيوصل للملالي أو تيوصل للصحية كان شغل صعب كتير. وهون سجل إنجاز للإخلاق بالجيش اللبناني بهالفترة، أكيد صار يتطور معه خلال سير العمليات، لأنه كل مصاب كان ينقل تيوصل على ملالي أول نقطة فرز فيرجع يوصل لصحية اللي مشكور الصليب الأحمر كان معبى كل مراكز الإخلاق تيوصل على المستشفيات الميدانية ومستشفى المنيا اللي كان أخذها الجيش، وأكيد طيارات الهليكوبتر اللي كانت تنقل الإصابات من حد المستشفيات اللي كان الميدانية أو كان مستشفى المنيا نقلها دغري على بيروت. عملية الإخلاق كانت شغلة مهمة كتير بمنطقة نهر البارد لأنه إصابات حرب وإصابات صعبة كتير، وسرعة نقلها كانت شغلة مهمة كتير، وهيدي نجح فيها اللواء الطبي لأقصى الحدود وأكيد سلاح الجو بالتعاون مع سلاح الجو. الأثر المعنوي الناتج عن الإصابات بأن يرجع وحدات وفصائل وحضائر كان شغلة مهمة كتير، لأنه بس ينصاب واحد بمنطقة صعب نقله كانت كتير تأثر على المعنويات. بقى صار عدة طرق لمعالجة هالمشكلة هيدي، ومبدئيا الجيش وصل لنسبة مهمة النجاح فيها. حرق المباني من قبل العدو أكيد كان يضايق كتير، لأنه جربوا يحلوا المباني تيمنعوا تقدم الوحدات المهاجمة. إصابات مباشرة لآليات الدعم مثل الجرافات وهي كمان كانت تضايق، لأنه بس تنصاب جرافة لقدام تتسحب الجرافة كانت عملية مضنية. شغلات كان فيها صعوبات، هذه أكيد كل أمور مع تقدم الهجوم مع كثرة الخبرة صار الجيش يدركها أكثر، وأكيد هلأ الجيش عنده خبرات كبيرة وجهزية كافية لتلافي كل هالأخطاء اللي صارت بنهر البارد. المشكلة اللي كانت مهمة وخاصة بأول مراحل استعمال الأماكن المقدسة والمساجد كقاعدة لإطلاق النار مهاجمات العدو، هيدي شغلة كانت صعبة كتير، لأنه المبادئ اللي تقال عنا كجيش لبناني ممنوع ضرب هيدي المحلات اللي المقدسة أو المحلات اللي ممكن يتجمع فيها مدنيين أو المستشفيات أو كذا. بالوقت اللي كانوا الإرهابيين يعني يستعملوا كل هالمحلات، وأكتر شيء كانوا يستعملوا هيدي المحلات. النقطة اللي بعدها والصعوبات هو وجود المدنية بكثافة، يعني كانوا اخذينهم رهائن لكل الناس اللي كانوا موجودين هونيك اللي ما كانوا عم بيقاتلوا، في نسبة كبيرة كانوا عم بيقاتلوا، بس اللي ما كانوا عم بيقاتلوا كانوا اخذينهم رهائن مضطر يتخبوا بيناتهم، وكل المناطق اللي فيها سكان نحن ما عم نقدر نضربها ولا عم نقدر نهجمها، هيدي كمان كانت عائق مهم بتسريع الهجوم. واكيد من ضمن المبادئ العسكرية انه ما بنضرب محل موجود فيه مدنية. ومعركة نهر البارد شهادة على احترام الجيش للحق الإنساني حسب الاتفاقيات الدولية، إنه ما كان في إصابات ولا كان في قتلى بين المدنيين اللي كانوا موجودين بنهر البارد، إذا كان في نسبة كتير كتير ضئيلة، لأنه الإصابات كانت عم الرميات كانت محددة على الأهداف اللي عم بتقاتل على الأهداف العدوية، وكان في فسحات كبيرة لفتح مجال لإخلاق المدنية من مخيم نهر البارد، بالإضافة لفسحات كبيرة لتغذية المدنيين خاصة كانوا موجودين المخيم القديم خلال مهجم المخيم الجديد. هجوم معاكس سريع أي اختراق أو تقدم يصير بالنقاط اللي كانوا موجودة هون، لأنه عدة مرات يحاولوا أنه يخترقوا لخطف عسكريين أو لأخذ مبنى أو
تقنيص عسكريين بمحلات معينة كان يصير رد عليها بسرعة وتعامل معها بسرعة. وحدات الاحتياط تدخلها لتسريع الهجوم، تعامل مع المتفجرات بطريقة صحيحة مثل ما قلنا بالرميات والفوج الهندسي وزيادة تصفيح الآليات، كل هاي الأمور خلت المعركة نهر البارد يكون نجاحها مهم إذا ما قيست بكل المعارك مع الإرهابيين اللي صارت بمناطق بالعالم. جحاح كنتفي عن طريق القتال اللي اعتمدها الإرهابية جماعة فتح الإسلام مخيم نهر البارد، بالإضافة للهندسة والتفخيخ والتقنيص اللي كانوا عم بيستعملوه، طرق القتال كيف كانوا عم بيستعملوا مراكز قتالية بالعمق بعمق ساحة المعركة، تأمين الدعم اللازم للمراكز المتقدمة، يعني على طول بصورة دائمة في عندهم خطوط من ورا لقدام. هلا المباني اللي كانوا يفخوها كلها معلمة من ورا، يعني من جهتهم هنو عم بيقربوا بيقدروا يقشعوا أيام فخة وأيالة وبيعرفوا الممرات الآمنة كيف. هلأ الاكتنافة هيدي قصة الالتفاف اللي كان عم يعملوا الجيش يقدر يكشف أيها المباني الفخة من وراء وأيها اللي في إمكانية المرور بدون ما يتعرض للتفخيخ والتلغيم. ما كان عندهم بصورة دائمة اعتماد مراكز جانبية على طول محاور التقدم، يترك محور التقدم يعتمد مركز جانبي تا يصطاد اي اليات او اي هجوم جانبيا. كمان هيدي باول مراحل توفقوا فيها بمحلات معينه. ربط المراكز القتاليه ببعضها البعض بوسط ممرات ضيقه، ممرات ضيقه او ممرات منخفضه، او بالاساس هن خاصه المخيم القديم كله ممرات ضيقه. بس هيدي الممرات محلات مسكرينها، محلات تركينها هن بيعرفوها، مفتوحه يقدروا يمرقوا بسهوله هالمسافه كلها 3-4 كيلومتر، ينقلوا القوى الاحتياط تبعهم بسهولة من خلال ممرات هن معتمدينها لحالهم وما حدا غيرهم بيعرفها، موها ومجهزة لاستخدام كافة الأسلحة وخاصة الرمينات اليدوية أو العبوات. تجزئة المراكز القتالية لأقسام مخطوط بعمق البقعة كلها سوا مقسمة لبقعة لخطوط ولزوايا يقدروا منها يتحكموا بالبقعة كلها سوا يعني هجمها الجيش. الاستفادة من مجاري الصرف الصحي للتسلل والقيام بعمليات هجومية بكل هالمراحل بكافة الحالات. نحنا كان معنا كل الخرائط مع المجارير والمجاري الصحية كلها تعملنا معها بتفتيشها أو بتلغيمها أو كمان باستعمالها على طريقتهم هن، لأنه مثل ما كل ناس تعرف الوحدات الخاصة والمغاوير كذا عندهم إمكانيات بسهولة يمشوا بهالممرات ويتعاملوا بذات الطريقة أو تفجيرها لمنع الإرهابية من استعمالها. هيدي كلها من خلال المدنية اللي موجودين هونيك بالمناطق أو المخابرات كنا نقدر نحصل على كل المجاري الصرف الصحي أو المجاري أو الملاجئ اللي كانوا معمرين يستعملوها أكيد ضد الإسرائيليين، من هيك أهميتها كانت مهمة كتير. استعملوا ضدنا وتعاملنا معها بالطريقة اللي كانت مناسبة لتسريع عمليات الهجوم. استحداث فتحات جبهية وجانبية بالمباني الأساسية والحاكمة كلها فتوحات وكلها فتحات تيقدروا يقنصوا منها ويحكموا الملاجئ. يعني مثلا بناية موجودة هون في وراي خمس بنايات يبقوا عاملين ممر للرمي من بناية على خمس بنايات يقدروا يتحكموا فيها من بعيد، أكيد بتهجم هالبناية بطلوب بتهجم التاني بطلوب بكل المراحل. يعني طرق القتال اللي بالأزقة وبالشوارع المعتمدة من احدث ما يكون هن اعتمدوا الطرق هيدي والمحلات نجحوا فيها، بس اكيد الجيش تعود على هالموضوع واكتشفها وكان عم يتعامل معها بالطريقه المناسبه. القناصين اغلبهم كانوا على المباني العاليه او على المساجد او على المستشفيات اللي على العاليه يقدروا يقنصوا منها. كان عندهم سهوله وامكانيه كبيره لانه موصوله ببعض الممرات تحت ارضيه والعليات وتحت الدرج كمراكز قتال. كمان انه في خبره الوحدات الخاصه بالقتال وهالطرق هيدي وكان التعامل معها على افضل ما يكون. استعمال انفاق وممرات تحت ارضيه انها سرعه الانتقال الانتقالات عندهم من موقع لاخر، يعني يحسوا انه في هجوم مثلا بالمنطقه الغربيه من المخيم يكون عندهم سرعه ينقلوا الاحتياط تبعهم من هاي المنطقه لهي المنطقه لانه كلها عاملين ممرات محميه ومخبيه ما يتكلفوا ياخذوا احتياطاتهم من القصف. أكيد في طرق تانية من القصف كانت تضيقهم وهيدي اللي استعملت
نتلافى نقل الاحتياط طبعا من ميل لمان. كان في استعمال كتير لعملية تسلل ليلي. بهديك الفترة ما كان في عند الجيش أكيد إمكانية عالية لأجهزة الرؤية الليلية بالليل بشكل عام. كان يوقف الهجوم، يستغلوا وقف الهجوم بالليل للتسلل لقيام بعملية على مراكز الجيش أو للهروب بالبحر ليطلعوا من المنطقة. كان عندهم محلات يفيدوا أنه عندهم جرحى فيها كمان يستعملوها يديروا العمليات العسكرية والعمليات الإرهابية أو القصف حتى بالكاتيوشا. بعدين من هذه النقاط مميزات القتال عن تنظيم فتح الإسلام: دفاع مستميت بمجموعات صغيرة، 5 عناصر 6 عناصر، عصابات ولا مركزية بالقتال. يعني كل مجموعة بتشتغل على طريقتها، هي بتحمي منطقة وبتتنقل بين المناطق. المهم أنه الهدف الأساسي تبعهم الدافين يتصيدوا عسكر بأوقات اللي هيك بيكون فراغ عند المساء أو الصبح، أو عسكري منتقل أو صحية رايحة. هاي الأمور كانوا يجربوا يستفادوا منها لأقصى الحدود. استعمال فعال للنيران غير المباشرة، كل شيء في أنواع هواوين وصواريخ عندهم كانوا يستعملوها بطريقة فعالة. يعني استعمال فعال للمباني العالية وللمناصة بنطاق واسع، خاصة أنه مباني مضروبة يستغلوا كل فتحة موجودة بأي مبنى بأي محل تقدروا يقنصوا منها. استعمال فعال لأسلحة مضاد للدروع RPG ضد الآليات المدرعة، كان عندهم خبرة وقدرة على طيل الآليات المدرعة بالأسلحة المضادة للدروع، خاصة RPG والمدافع المباشرة. استطلاع المراكز الصديقة ومهجمتها، لقينا كتير هونيك بعد ما نحتل نقاط على طول بكل المراكز يبقى في احتياط ذخيره واحتياط ضمادات واحتياط كل شيء، لانه كانوا عم بيشتغلوا بمجموعات مستقله بكل هالمنطقه، بالاضافه للمستشفيات تبعهم والمراكز الطبيه والى ما هنالك. بالاضافه لهيك لقى كتير وثائق او فيديوهات او صور او اشرطه فيديو كلها مصور فيها كيف عم يستطلعوا مراكز الجيش وكيف عم بخططوا لمهاجمه مراكز الجيش. فاذا كان عندهم تصوير بصوره دائمه، استطلاع بصورة دائمة لتنفيذ عمليات أو لإعاقة وتأخير الهجوم اللي عم يعمله الجيش. القيام بعمليات تأخير ومدافعة بالعمق وتحضير مراكز قتال، يعني مراكز القتال تبعهم تبقى متابعة من بناية لبناية وراء بعضهم بشكل أنه يأمنوا قتال تراجعي أو قتال بالعمق بصورة دائمة، يعني ما يتركوا ولا فسحة أنه يقدر الجيش يخدها كلها منطقة وراء بعضها، إلا إذا صار التفاف يسقطوا هن جوا. هذه كانت العملية الأساسية اللي أكثر شيء يقدر ينجح فيها الجيش بتخطي هالمراكز الإيطالية بالعمق. تفخيخ المباني بهدف تفجير عن دخول الوحدات الصديقة وبعد انسحاب العناصر العدو، وهي من مبادئ الإيطالية الأساسية تبعهم لإعاقة الجيش، والتفخيخ وتفجير المباني على العسكر بس يفوت عليها. استخدام القتال المتقارب بدقة وجرأة وعنف وحشية، كانوا عندهم جرأة مهمة بالقتال المتقارب، يعني كانوا يوصلوا على البرميل. العسكر عم بيحط برميل خلال الهجوم، يقوص من وراء البرميل على العسكري أو العسكري يقوص لغيته. القتال عندهم كان مستميت ومتقارب بشكل كتير في جرأة وعنف. تقسيم القطاعات تبعهم كان مقسم بطريقة بشكل انه يقدروا يتحكموا بكل الممرات الممكن توصل لعمق البقعة اللي موجودين فيها. القتال بمبدأ نقدر نتخلص من هالموضوع، القتال بمبدأ الصدمة والترويع ثم الفرار تبعهم هني، يعني يضربوا ضربتهم ويهربوا. من هيك العطول كان في قوة احتياط عند الجيش انه مجرد ضربة تصير يصور استغلال للهروب تبعهم ويتاخد مراكز جديدة. كل المباني على خطوط اللي بالعمق اللي كان المهاجمة بالعمق أو على طول خط الجبهة كلها كان موجود فيها زخير من كل الأنواع، بشكل أنه أي مقاتل منهم أو أي إرهابي منهم ينتقل من مركز منامته يلاقي أو محل صار هجوم عليه يلاقي الزخيرة والسلاح وكله موجود جاهز، ما بده إلا يوصل ويبلش الرماية. كانوا يستعملوا رميات بالأسلحة الخفيفة تيدلوا على الهجوم من وين، أو يتعذر عليهم يمكن الاتصال بالأجهزة، يستعملوا هذه الإشارات بيناتهم الضرب الأرتجيات أو الزخيرة
هاد الدلالة قديش كان معهم ذخيرة جوا. استخدام الشموع وقت ما بقى عندهم موتورات كهرباء جوا صاروا يستخدموا، نشوف بعدة محلات الشموع الإضاءة أنوار خافتة، أوقات يستعملوها تهن يضوا، أوقات يستعملوها تيوحوا للجيش أو يضللوا الجيش إنه هن موجودين بالنقطة تيكشفوا مراكز الجيش. هذه كلها خلال المعارك صرنا نكتشفها معنا ونعرف هن وين في تضليل وين تبع القصة حقيقة. المميزات الهامة اللي بتمتع فيها المقاتلين: خبراء متفجرات، قناصين محترفين، استعمال جيد للإعلام والحرب النفسية، لأنه بهديك المراحل عطول يستغلوا الجيش تياخدوا فسحات من الراحة أو فسحات من التحضير ليصدوا الجيش أكثر. أكيد كان في بيناتهم ناس انتحاريين ما حدا يسلم يضل يقاتلوا للآخر. استعمال جيد للخداع والمنارات الوهمية، مفوض طريقة جيدة لكسب الوقت، عقيدة قتالية عنيفة أكيد جزورة ممتدة من تنظيم فتح الإسلام ومبادئ الدينية السلفية اللي هم بيعتقدوا فيها. خبرة استعلامية مهمة لأنه كانت تبين من كل الوثائق اللي صارت بحوزة الجيش ضبطت هونيك، أو من كل الصور أو من كل الخطط اللي كانوا عاملينها هونيك، أنه عندهم خبرة استعلامية مهمة واتصال جيد ونقل معلومات واستطلاع وتنفيذ عنيف الأعمال الإرهابية السرية. الخطط اللي كانت موجودة والصور اللي كانت موجودة والأشرطة اللي كانت موجودة بتدل أنه كانوا عم يستطلعوا بصورة دائمة اللي كان وقت معارك نهر البارد أو قبل معارك نهر البارد، كانوا عم بيخططوا بطريقة صحيحة وكانوا عم ينفذوا بطريقة عنيفة ومهمة كتير. أكيد هيك اللي شفناها بالأشياء اللي تصادرت هونيك وحتى بالكتب اللي عاملينها هم أو بيدرسوا فيها مبادئ القتال تبعهم اللي كلها موجودة بحوزة الجيش. الجنسيات الإرهابية اللي كانت موجودة هونيك فلسطينية أكيد بكثرة، سورية، لبنانية، سعودية، أردنية، شيشان، أفغان، سودان، جزائرية، مغاربة، وجنسيات خليجية مختلفة، بس بشكل عام كان في نسبة كبيرة من هودي كنا نعرفهم من بين القتلة طبعاً اللي كانوا طمينهم هوني أو من بين الأسرة وقت الهروب. هاي الجنسيات كلها كانت موجودة من بين الأسرة وقت الهروب. الأسلحة اللي استعملوها، حكينا عن أسلحة الجيش، عم نحكي عن أسلحة الإرهابية، أسلحة خفيفة مثل كلاشينكوف، دراغونوف، بيكاسي، أسلحة أنس 7.62 أو النصات 14.5 طويلة لمسافات بعيدة حد 800 متر 1200 متر، أسلحة متوسطة وثقيلة مثل 106 مثل البي 9 البي 10 الأربجي المضادات. يعني بأول مراحل الهجوم هون ضربنا لهم مضاد هون كان 14.5 بهيدي المنطقة، وبهيدي المنطقة انضرب لهم 23، يعني عدة مضادات كانوا موزعينها بهالمناطق هيدي بكثافة. قنابل دفاعية هجومية مثل البيتيو ولا الإنيرجا ولا القنابل الدفاعية اليدوية ولا القنابل الصينية المدقات، كان في من كل الأنواع، حتى العبوات اللي هن صنعوها هونيك من بودرة الألمنيوم استعملوها بنسبة كبيرة بالمراحل الأخيرة بهون المخيم القديم. هواوين من 120 ل 88 ل 60 مليمتر كمان بكثافة كانوا عم يستعملوهم، بالإضافة للأسلحة المضادة للطائرات والصواريخ ال 107 اللي كانوا عم يضربوها على المناطق المحيطة من المنيا لببنين للعبدة، لكل هالمناطق كان يطلع صواريخ خاصة من هاي المنطقة الموجودة هون، كان فيها كثافة صواريخ هذه المنطقة الموجودة هون. الصواريخ مضادة للمدرعات مثل المالوكا والساكر كمان كانت موجودة عندهم بنسبة كبيرة واستعملوها. الخسائر أكيد راح منهم خسائر بكميات كبيرة، خسائر الجيش معروفة، 169 شهيد سقطوا بنهر بارد بين ضباط ورتبة وعسكر بكل مراحل نهر بارد، ضمنهم اللي استشهدوا بأول يوم غدرون على حجز المحمرة. معركة نهر البارد بالنسبة لنا شغلة مهمة كتير، لو ما كانت نهر البارد بهديك الفترة ما بعرف شو كان صار بالبلد نتيجة الأشياء والوثائق والمستندات اللي كشفت بنهر البارد واللي عملوه تنظيم فتح الإسلام على مستوى البلد أو اللي كانوا عن يحضروا تيعملوه. بالنسبة لنا كجيش راح تكون نتيجة السعادة اللي سقطوا هونيك والخسائر اللي اندفعت هونيك من نهر البارد راح تضل هي الضمير الدايم والوعي الدايم
لأي شيء ممكن يصير بالمستقبل. وبالنسبة للشعب بعتقد المفروض يكون الوعي الدائم لأي شيء بيحصل بمحيطهم، شو ممكن يكلف لبنان تنظيمات إرهابية مثل هذه، يكونوا على تواصل دائم مع المؤسسة العسكرية تتعالج الأمور بأسرع شيء ممكن. وبالنسبة للإرهابية نتمنى أنه نهر البارد يكون درس لهم على كل الأراضي اللبنانية، لأنه نهر البارد كانت تجربة للجيش اللبناني. الجيش اللبناني منطلق من هاي التجربة وتصحيح هاي التجربة تيتعامل مع أي عمل، أي خلل أمني أو عمل إرهابي ممكن يصير على الأراضي اللبنانية، بفعالية أكثر وبعنف أكثر وبتصميم أكثر وبجدية أكثر من بداية أي قصة ممكن تصير. والجيش جاهز نتيجة خبرة أخذها بنهر البارد لكل العمليات ممكن يتعرض إلى المواطنين أو الأمن أو المناطق الحساسة على الأراضي اللبنانية. كلمة الفصل لكم وحدكم أيها الأبطال، أبطال معركة نهر البارد التي أصبحت أمثولة لكل إرهابي طامع في شبر واحد من هذه الأرض. سوف تبقى هذه البطولة في وجدان وذاكرة شعبكم وقيادتكم. بقول لهم كانوا أبطال بكل معنى الكلمة، كانوا عاد ثقة الشعب والقيادة اللي انحطت فيهم بمعركة نهر البارد. وبقول لهم للمستقبل يضلوا يتذكروا رفقات المستشهد بنهر البارد ويحافظوا، يكونوا ضميرهم دايم ويحافظوا على الأشياء اللي ماتوا لأجلها بنهر البارد، اللي هي صيانة حفاظ على الأمن والاستقرار بالبلد. من هونيك قاتلوا بنهر البارد تنهيوا الإرهاب مشان يتحافظ على مبدأ الأمن والاستقرار لكل الشعب اللبناني.
أما السؤال الأبرز في النهاية هو عن مصير الإرهابي شاكر العبسي الذي اختار المكان الخطأ لتنفيذ مشروعه، فكان وقتا صحيحا للجيش للقضاء على الاثنين. قصة شاكر العبسي مثل قصة راجع، انه بالنتيجة بيقولوا انه ما قتل او بعده طيب، بس ما بعرف القيادة اللي بتعرف والاكيد القضاء اللي بيتابع هذا الموضوع ما عنا معلومات عنه، بس ما بهمنا الاسم، انه كان ممكن يكون شاكر العبسي، ممكن يكون اسم تاني يطلع جديد، كل هيدي اسامي مش مهمة بالنسبة لنا. المهم بالنسبة لنا الهدف واضح وصريح، القضاء على اي مجموعات ارهابية ممكن تتواجد على الارض اللبنانية، شو ما كان اسمه المسؤول ومين ما كان، ما كله ما بيأثر هذا. اما شهداؤنا الابرار فلكم منا كل التقدير والاحترام ومن الله العزة والخلود. لقد صنعتم نوعا جديدا من البطولات سوف تتكلم عنها الأجيال المقبلة بعد أن روت دماءكم أرض لبنان وامتزجت أجسادكم بترابه. وللقائد الشهيد ألف تحية. ختاما، ومع بداية إطلاق مشروع إعادة إعمار المخيم فوق أنقاض مدينة أثرية عمرها آلاف السنين، ومع عودة الحياة إلى جزء كبير منه، يبقى الأمل في إعادة الوجه الحقيقي لهذه المنطقة المميزة في لبنان ذات الموقع الاستراتيجي. أما الحقيقة الساطعة الجلية فهي عند تأملنا في الأثار التي خلفتها معركة نهر البارد، حيث سطر جنود الجيش اللبناني بطولة تاريخية لن تنسى.